عيشة قديشة ولا عيشة مولاة المرجة ولا لالا عيشة ولا عيشة السودانية أو عيشة القناوية، هادو كلهم أسماء كيطلقوا على عيشة قديشة اللي في التراث المغربي كيقول أنها واحد الساحرة العجوز الخيبة في الملامح ديالها كتحول شابة جميلة وكتجر مراها الرجال وكتمارس معاهم الفحشاء، من بعد كتحول لمرا خيبة الملامح عندها رجلين بحال حوافير الماس أو الجمال أو البغال حسب المناطق المغربية، وأي راجل صدفة كينسحر بالجمال ديالها وكيفقد الإدراك من غير مقاومة، من بعد كتستدرجو وكتاكلو وكتشرب من الدم ديالو بلا رحمة وكتطفي النار جوعها الدائم اللحم ودم البشر. هذه الأسطورة الأولى، غادي نشوفو الحكاية الثانية اللي كتقول أن عيشة قنديشة معروفة في المغرب شحال هذه، فاش البرتغال احتلوا مناطق بعض المناطق في المغرب وكانت حرب بينهم وبين أبناء البلاد، وعيشة قنديسة أو الكونتيسة رجلها وولدها شاركوا في ذاك الحرب وماتوا فيه، ومسكينة من نهار وصلتها أخبار موتهم غبر لها الأطار في القبيلة ومشات لواحد الدويرة وعاشت فيها وكيقولوا عليها ولات هبيلة، وفي الليل كتستدرج الرجال من الجنود وكتقتلهم، وفي الآخر اكتشفوا أن السيدة اللي كتقتلهم عايشة بواحد دويرة بعيدة وأنها هي عيشة المعروفة بالكونتيسة. إذن كل واحد والرواية دياله وكل واحد والأسطورة اللي متيق، ومن هنا بدأت الأسطورة اللي كيخوفوا بها الولاد غير بالليل ليل باش الدراري ينعسوا ويخافوا.